بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة الأعزاء، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة الأصولية. قبل أن نبدأ لقاءنا اليوم، يرجي أنكم تستعدون استعدادا كاملا، ونرجوكم أن تفتحوا الكاميرا وتنبهوا إلى هذا البرنامج انتباها تاما أثناء المحاضرة. إن شاء الله سنبدأ هذا اللقاء بعد قليل إن شاء الله.
menunjukkan dari harum 17 Kaki 6
بسم الله الرحمن الرحيم. أستاذة موجود؟ نبدأ إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، المحترم الأستاذ دكتور منتهى بن أنتل المزعيم، وضيوف الأجلاء من المسلمين والمسلمات الأحباء. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، في هذا الليل السعيد أحييكم وأرحب بكم إلى حلقة الأصولية. أنا أدم هيكل بن عبد الرحمن، رئيس الجلسة في هذا الليل. لمعلومتكم، حلقة الأصولية هي مجلس العلم أسبوعيا التي نظمتها صوفي، وهذا البرنامج غايتها لتعليم طلاب العلم كتاب والمتن الأساسي خصوصا للعلم الأصول الفقه. اليوم هي حلقة الأصولية الأولى، سنستخدم متن الورقات، وهذا المتن هو واسع استخدام في تدريس العلم أصول الفقه للمبتدئين، لذلك لا بد علينا سواء نحن من قسم الأصول الفقه أم لا أن يتعلم هذا المتن قبل تعليم كتب الأصول الفقه الأخرى. ومن المعلوم أن هذه حلقة الأصولية بدأ من 7 يونيو إلى 9 من سبتمبر حتى ينهي شرح الأستاذ لهذا المتن. أيها الإخوة والأخوة، للحصول على البركة من الله تعالى نواصل حلقتنا اليوم بدعاء يتلوه الأخ ولدان، فلتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم يسر ولا تعسر، رب تمم بخير برحمتك يا ارحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. آمين آمين يا رب العالمين. نشكر الأخ ولدان لقراءة دعاء المبارك. أيها الحاضر، قبل أن نبدأ هذه الحلقة لابد أن نعرف أستاذنا العزيز لهذا البرنامج. اسمه الأستاذ دكتور منتهى بن أرتلم زعيب، وهو أستاذ مساعد في قسم الفقه وأصوله كلية عبد الحميد أبي سليمان معارف الوحي والعلوم الإنسانية بالجامعة الإسلامية العالية بماليزيا. قد تخرج من قسم الفقه وأصوله بجامعتنا للمستوى الماجستير والدكتوراه. لمعرفتكم جميعا، الفضيل الأستاذ أيضا يقوم بتدريس في هذه الجامعة منذ 2013 حتى الآن. بدون الإطالة، فلتفضل مشكورا الأستاذ لإلقاء شرحه عن هذا المتن الورقات. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على حبيبنا وشفيعنا وعظيمنا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما نافعا، أما بعد. الإخوة والأخوات، الأساتذة والأستاذات، في هذه الليلة المباركة نحن سنبدأ بقراءة كتاب عظيم ألفه رجل عظيم، كتاب متن الورقات، ألفه الإمام أبو المعالي الجويني إمام الحرمين. هذا الكتاب من أشهر الكتب الأصولية ومن أخصر المختصرات في علم الأصول. بإمكان أي واحد أن يقرأ هذا الكتاب في مدة وجيزة، يمكن مدة ساعة أو أقل ربما، بقراءة عادية يمكن أحتاج إلى 20 دقيقة فقط. هذا الكتاب مع صغر حجمه حظي بالقبول شرقا وغربا منذ قرون عديدة. وقبل أن نبدأ في قراءة هذا المتن، أريد أن نعطي مقدمة عامة عن علم الأصول، وكذلك عن الإمام الجويني، وكذلك عن كتابه الورقات. لكن قبل أن نبدأ، جرت العادة عند مشايخنا أن نستفتح المجلس بقراءة أم القرآن الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قبل أن أبدأ أريد أن أذكر شيئا. في الحقيقة هناك شروح كثيرة، وإذا فتحت اليوتيوب مثلا ستجد أعداد كبيرة جدا من شروح الورقات، ولكن أحيانا إذا كان التدريس عن بعد وأنت لا تعرف من هذا الأستاذ وأنت لا تعيشه، هناك شيء ناقص، لأنك تتعلم من شخص أنت لا تعرفه وأنت لا تعيش معه. وكذلك ربما الأستاذ لا يعرف الطلاب، فلذلك العلاقة بين المدرس وبين من معه علاقة ناقصة. ففي الحقيقة لست أهلا لأن أشرح هذا الكتاب العظيم، ولست مؤهلا لذلك، ولكن نحن نتعلم سويا هذا الكتاب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلومه، بعلوم الشيخ، وكذلك أن نتعلم. فنحن دائما وإلى اللحد سنتعلم، وهكذا إن شاء الله سنقرأ من خلال ترجمة الإمام الجويني، سنعرف حبه للعلم وتفانيه في طلب العلم. فلذلك أنا لن أطيل في هذه المقدمة، سأبدأ مباشرة عن التعريف بعلم الأصول. أستأذن منكم أن أفتح سلايد الأخ المسؤول في الرابط، كن تعطيني إذن لأن أفتح سلايد حتى يكون أكثر تركيزا. من معي؟ شيخ آدم، هل تعطيني الإذن لأن أفتح سلايد؟ نعم ممكن أستاذ. هل يمكن الآن أستاذ؟ بسم الله. لا إلى الآن أستطيع. تجعلني هوس. لحظة أستاذ، أنا ليس هوس. من المسؤول؟ طيب. الآن أريد أن أفتح سلايد عندي. هذا لمن هذا؟ هذا أختينا يعني فرح أظن، نعم هي ديجيتال. أم أنا أستاذ؟ تعطيني الرابط لأن أكون هوس يا أختي؟ نحن لا نقرأ أولاً، لابد من مقدمة. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل أن أبدأ عندي مقدمة عامة عن علم الأصول. بسم الله الرحمن الرحيم، سنقرأ هنا. درسنا اليوم أو هذه الليلة هو عن قراءة كتاب الورقات للإمام الجويني رحمة الله عليه. هذه محاضرة أولى في غرة ذي الحجة في 1444 الموافق 30 من يوليو 2022. مقدمة أراها مهمة لمن أراد أن يتعلم علم الأصول بشكل عام، ولكن هي ليست مقدمة واسعة، هي تقديم بسيط حتى نقدم الموضوع. أولاً أن نعرف هذه المبادئ. أولاً اسم العلم، كما تعرفون المبادئ العشرة والتعريف هذا العلم وموضوع هذا العلم وفائدة دراسة علم الأصول وفضل تعلم هذا العلم
ثم أيضا نسبة هذا العلم استمداد يعني من أين جاء بهذا العلم وحكم تعلمه وواضع هذا العلم ثم في الأخير مسائل علم الأصول. هذه الصورة عامة قبل أن نبدأ هي خريطة عريضة لعلم الأصول. نبدأ أولا باسم هذا العلم. وأولا قبل أن نبدأ، هل هذا العلم موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أم لا يوجد؟ طبعا العلم موجود، والرسول مصدر العلم، والصحابة أيضا وعاء علم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كعلم مدون منظم لا، كبقية العلوم كعلم التفسير وعلم اللغة وعلم القراءات هي موجودة ولكن غير مدون، وهكذا علم الأصول. علم الأصول كعلم مدون الصحابة لا يحتاجون، الرسول ما يحتاج إلى ماذا؟ إلى علم الأصول طبعا. لماذا؟ لأنه شارع وهو موحى إليه، إذا احتاج إلى شيء وإذا استشكل عليه شيء الله سبحانه وتعالى أوحى إليه وحيا، وأيضا عنده حق في الاجتهاد الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا صح اجتهاده أقره الله سبحانه وتعالى، وإذا أخطأ في اجتهاده نبه عليه النبي صلى الله سبحانه وتعالى. أما الصحابة وعاء علم النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا لا يحتاج إلى معرفة الناسخ والمنسوخ. لماذا؟ لأنهم عاشوا النزول، لأنهم عاشوا زمن النزول، الوحي ينزل والصحابة يعرفون أين نزل ولمن نزلت الآية ومتى نزلت الآية، فذلك لا يحتاجون إلى الناسخ، لا معرفة هذه الأمور من سليقته. اللغة العربية، النصوص من القرآن أو من السنة باللغة العربية، والصحابة أهل اللغة والقرآن نزل بلغتهم، فذلك لا إشكال عليهم في اللغة، ليس هناك إشكال في فهم اللغة العربية. والاستنباط أيضا، الصحابة رضي الله عنهم لكونهم عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وعاشوا زمن النزول، فلذلك يسهل عليهم في استنباط الأحكام. المبادئ موجودة ولكن غير مدونة، هكذا كاللغة العربية أيضا، علم التجويد أيضا هكذا، ما كان هناك مبادئ علم التجويد، وكذلك ليس هناك التقسيمات في مثلا في علم الأصول، وكذلك في علم القراءات، كل هذا العلم كان في صدور هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم. الآن عن اسمه، إن شاء الله سنواصل في الاسم هذا العلم، ما اسمه؟ سمي هذا العلم بأسماء، وأشهر هذه الأسماء أصول الفقه، ومشهور، وإذا أطلق ماذا تدرس الأصول معناه انطبع في أذهان الناس أنه هو علم الأصول. أين تدرس؟ في قسم الأصول، إذا ذكر قسم الأصول معناه أصول الفقه. ماذا تشتري؟ أشتري كتاب الأصول أو أقرأ كتاب الأصول مثلا، معناه علم أصول الفقه. وسمي أيضا بعلم أصول الأحكام، بعضهم يطلق عليه بأصول التشريع، مثلا إن لم أخطئ الشيخ محمد حسن هيتو ألف كتابا أصول، وسمى هذا العلم بأصول التشريع، وأطلق أيضا بالأصول فقط. ولماذا سمي هذا العلم بعلم الأصول بالجمع، صيغة الجمع؟ بعض العلماء قال بأن هذا لفظ الأصول بالجمع، لماذا ليس بأصل الفقه ولكن أصول الفقه؟ لأن هذا العلم يحتوي على فروع عديدة، يحتوي على فصول كثيرة، يحتوي على مباحث كثيرة، فلذلك العلماء سموا هذا العلم بعلم أصول الفقه. على الأقل هناك أربع محاور في هذا العلم، يعني الأحكام والأدلة واستنباط الأحكام والاجتهاد. يعني أنت إذا حضرتكم إذا قرأتم أي كتاب في الأصول بالتأكيد سيتحدث هذا الكتاب عن هذه الأربعة، الأحكام ثم الأدلة ثم استنباط الأحكام أو طرق استنباط أو مباحث الحكم يتعلق بألفاظ النصوص
ومعاني هذه الألفاظ، والأخير هو معنى الاجتهاد. وإذا أطلق الاجتهاد معناه الاجتهاد والتقليد والتلفيق والإفتاء، يدخل هذه المبادئ. إذن في داخل علم الأصول أمور كثيرة، هذا هو من ناحية الاسم. ثانيا، هذا طبعا تعريف لغوي، نحن لا نتطرق إلى هذا لأن الإمام من ناحية الشرح، وطبعا الذي سأشرحه ليس شرحا وافيا لأن الإخوة المسؤولين أعطوني سبع لقاءات فقط، يعني سبع لقاءات، وأنا قد قرأت الورقات وقلبت مرة وبعد مرة كيف أوزع هذه المادة إلى سبع أوقات، والوقت فقط ساعة وربع. لذلك إن شاء الله أنا لن أطيل في ماذا في الشرح، مثلا كلمة أصول فقه، أصل وفقه، إن شاء الله إذا كان في الكتاب يحتوي على هذه المعاني أنا لن أشرح الآن، إن شاء الله سأؤخر إلى أن جاء موعد القراءة. على كل حال، هو من تعريف طبعا مهم، ما هو التعريف هذا العلم؟ من ناحية اللغة كما تعرفون الأصول والفقه من كلمتين، يعني بتركيب إضافي، أصول مضاف والفقه مضاف إليه. الأصل وما بني عليه غيره والمحتاج إليه ما منه شيء إلى آخره، والفقه هو بمعنى الفهم عموما. والإمام الجويني ذكر معنى الفقه، إن شاء الله يذكر معنى الفقه في ماذا في أثناء كتابة الورقات، سنشرح في الآخر إن شاء الله. الآن نأتي إلى هنا التعريف، بمعنى التعريف الاصطلاحي. الآن الكتب الأصولية الحديثة المعاصرة، غالبا المؤلف في زماننا أخذ التعريف من الإمام البيضاوي، أخذ التعريف من تعريف الإمام البيضاوي، والتعريف المشهور معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. يعني من هذا التعريف أنت تعرف تقاسيم يعني دلائل الفقه، لماذا قدم أو ركز على الدلائل؟ لأن محور علم الأصول هو الأدلة، يعني من درس الأصول معناه سيدور حول الأدلة، معنى الأدلة وكيف نوظف ونفعل هذه الأدلة وكيف نستخرج من الأدلة وكيفية الاستفادة من الأدلة وحال المستفيد. المستفيد أي المجتهد، هذا هو التعريف. إذن ما الفرق الأساسي بين الأصول والفقه؟ الفقه ثمرة علم الأصول، الفقه وثمرة علم الأصول. وطبعا كلمة الفقه أيضا هناك معاني، الإمام الجويني في الورقات إذا قرأت ذكر أن الفقه هو علم بماذا؟ بالاجتهاد، العلم الذي يحتاج إلى الاجتهاد. وإذا كان هذا العلم لا يحتاج إلى الاجتهاد لا يسمى فقها. طبعا الإمام الجويني يرى بأن الفقه هو الفقيه والمجتهد، الفقيه هو المجتهد. فلذلك في الورقات إذا قرأتم ذكر الإمام الجويني بأن القضايا الفقهية التي لا تحتاج إلى الاجتهاد لا يسمى فقها، إن شاء الله سنشرح هذه في المستقبل. ما الفرق بين الفقيه وبين الأصولي؟ الأصولي مثلا إذا سئل يا أصولي ما الدليل على وجوب الحج مثالا، الأصولي سيجيب الدليل هو القرآن والسنة والإجماع. هكذا يرجي إلى دلائل الفقه إجمالا. أما الفقيه إذا سئل يا فقيه ما حكم الحج، الأصولي يجيب واجب أيضا، لكن الفقيه أيضا يجيب الحج واجب. بماذا؟ لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله ولله على الناس حج البيت، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، ذكر الحج أيضا. وأجمع العلماء من علماء الصحابة والتابعين إلى يومنا هذا أن الحج واجب. انظر
الفقيه يجيب إجابة بالأدلة التفصيلية. فلذلك يا أساتذة يا أستاذات، إذا جاء قرار فقهي معناه هذا القرار لابد من الأدلة. إذا قال الفقيه، إذا قرر الفقيه حكما معناه هذا الحكم خرج من الدليل. فأي مذهب من مذاهب الفقهية بالتأكيد جاء من الأدلة. لماذا؟ لأن الفقه، تعريف الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. مرة أخرى، يعني الفقه في أي مذهب، سواء في المذهب الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي، قرارات فقهية جاءت من أين؟ جاءت من الأدلة التفصيلية، ليست أدلة فقط بل أدلة تفصيلية. فلذلك جاء تعريف الفقه العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. فالحكم جاء من الأدلة، مكتسب من الأدلة التفصيلية. فلذلك كل فقيه وكل مجتهد في المذاهب الأربعة، هؤلاء لما قرروا حكما هذا القرار مستمد من الأدلة التفصيلية. والأدلة كما تعرفون، يعني الأدلة كثيرة، المتفق عليها القرآن والسنة والإجماع والقياس، وهناك أدلة مختلفة فيها إن شاء الله سندرس هذه. انظر، معرفة دلائل الفقه أو أدلة الفقه. الأدلة، هناك أدلة متفق عليها، الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وهناك مختلف فيها الاستحسان والاستصحاب والمصلحة وسد الذرائع والعرف وغيرها كثير. يعني الإمام القرافي في كتاب الذخيرة، وفي المذهب المالكي، وكتاب الذخيرة هو كتاب في فروع فقهية، ولكن قدم الإمام القرافي بمقدمة أصولية في بداية الكتاب. ومثل ابن رشد مثلا، ابن رشد في كتاب بداية المجتهد أتى بمقدمة أصولية متينة وجيزة في صفحات معدودة، ولكن علم الأصول موجودة في هذه المقدمة بلغة دقيقة وجيزة. هذا للإمام ابن رشد في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد. الدليل الإجمالي، ثم من أصعب الأمور هو الفرع الثالث، وهو كيفية الاستفادة من الأدلة، كيفية الاستنباط. فلذلك في قسمنا، قسم الفقه الأصول، قديما مباحث الاستنباط تقسم إلى قسمين، فالطالب يدرس سنة كاملة مباحث الاستنباط. مباحث الاستنباط الأول، أو مباحث الحكم الأول، مباحث الحكم الثاني، لتشعب هذه المعلومات، لتشعب المعلومات في هذا القسم، أو هذا ماذا، هذا المحور، وهو محور كيفية الاستفادة من الأدلة. وفي الأخير يتحدث عن المجتهد. فلذلك العلماء ينصحون الطالب ماذا يبدأ؟ يبدأ بالفقه أو يبدأ بالأصول؟ الجواب يبدأ بالفقه، أي يبدأ بالفقه ثم يأتي بعد ذلك بعلم الأصول. لماذا؟ لأن علم الفقه علم المقاصد، وعلم الأصول علم الوسائل، ونحن نحتاج إلى المقاصد. يعني الأولاد يحتاجون إلى معرفة كيفية الوضوء، كيفية الصلاة، أما معرفة دقائق الأمور في الأدلة هذا ليس من مهمة الأولاد. فلذلك علم الأصول طبعا الأفضل أن يدرس سويا الفقه وأيضا الأصول في نفس الوقت أو في الوقت نفسه، ولكن الأولى أن يبدأ الطالب بماذا؟ بعلم الفقه أولا، ثم بماذا؟ بعلم الأصول. وأيضا لا يمكن أن يأتي التصور، أن يأتي التصور من الإنسان الذي يدرس علم الأصول بدون معرفة الفقه، يعني لا يمكن. فلذلك لابد أن يكون عند كل واحد ماذا؟ خلفية عامة عن علم الفقه أولا، ثم يبدأ بعلم الأصول. الآن موضوع علم الأصول، كما قلت محور علم الأصول والأدلة.
فموضوعه هو الأدلة الشرعية الكلية من حيث يثبت بها من الأحكام الكلية والأحكام الشرعية من حيث ثبوتها بالأدلة. فوظيفة الأصوليين البحث عن القواعد الكلية التي تؤدي إلى استنباط الأحكام الجزئية، مهمة عميقة، مهمة صعبة. لماذا؟ لأن الأصول بهذا العلم يغوص في الأدلة، فلذلك الاعتماد على الدليل بشكل سطحي خطير جدا، مخيف. ربما مثلا أنا أعتمد على القرآن والسنة، جميل، ولكن ربما الآيات التي استدلت بها آية منسوخة، الحديث الذي أخذت به حديث منسوخ، فلذلك أحتاج إلى الغوص في ماذا فيه حتى طرق الحديث. مثلا إنسان يأخذ بحديث، ولكن الإشكال هو على الحديث اختلف العلماء، ليس حديثا واحدا فقط، أحاديث كثيرة. في بعض الأحيان هناك تعارض في الأدلة. هناك كتاب جميل، هذا الكتاب جميل، كتاب شرح معاني الآثار للإمام أبو جعفر الطحاوي. هذا الكتاب كله أدلة من السنة، لكن هناك تعارض في الظاهر. لذلك الأصولي يبحث في هذه الأدلة. أحيانا الحديث صحيح، مثال في الحديث، الحديث صحيح، ولكن هناك محدث آخر يقول لا، هذا الحديث ضعيف. تعارض في الحكم. أحيانا الحديث صحيح، ولكن هناك أحاديث أخرى صحيحة أيضا. أحيانا الحديث صحيح، ولكن العلماء لا يروا هذا الحديث دليلا في هذه المسألة. أحيانا الحديث صحيح، ولكن هذا العالم أخذ بظاهر الحديث والآخر أخذ بمقاصد الحديث. أحيانا الحديث صحيح، ولكن العلماء لا يعملوا بها. إذن هذا يحتاج إلى من يغوص في ماذا؟ في الأدلة حتى يستخرج الأحكام. فلذلك هناك فرق بين الفقيه والأصولي. أما الفقيه مهمته هو ماذا؟ هو البحث في فعل المكلف، في أفعال المكلف. نعود إلى التعريف. العلم بالأحكام الشرعية العملية، يعني الفقيه يبحث عن أعمال، يعني والأعمال طبعا الأعمال الظاهرية، الظاهر. فلذلك أنت إذا قرأت كتاب الفقه ستجد كيفية الوضوء، كيفية الصلاة، طريقة الحج، طريقة الصوم، طريقة. لماذا؟ لأن علم الفقه يتحدث في الأفعال. أما علوم العقيدة وعلوم الأخلاق طبعا هي من العلوم الدين، ولكن العلوم الفقه، العلم الفقه لا يركز على هذه الأمور. الآن نأتي إلى فائدته، يعني ما الفائدة؟ نحن ندرس علم الأصول، ما الفائدة؟ هناك فائدة تاريخية، سنعرف تاريخ علم الأصول، يعني ما بوادر علم الأصول، بذور علم الأصول، كيف جاء؟ طبعا الإمام الشافعي أول من دون، ولكن ما الذي جرى قبل الإمام الشافعي؟ ما الذي جرى قبل تأليف كتاب الرسالة؟ لأن علم الإمام الشافعي أن تعلم من مشايخه، يعني كيف تكون هذا العلم؟ وكيف أصبح هذا العلم شيئا مدونا وجاءت قواعد فقهية، قواعد أصولية؟ إذا قلنا قاعدة معناه هذا العلم قد انتهى. مثلا قواعد اللغة العربية معناه هذا العلم قد استوى، هذا العلم قد نضج. قبل النضوج لا يمكن أن يأتي واحد بقاعدة. فإذاك علم الأصول لما جاء علم
قواعد أصولية أو علم القواعد الأصولية معناه هذا العلم قد نضج، هذا العلم قد استوى، هذا العلم قد اكتمل. فإذاك نستطيع أن نأتي بقاعدة. هذا التاريخ، يعني لماذا الإمام الشافعي ألف هذا العلم وكيف تطور هذا العلم بعد الإمام الشافعي إلى يومنا هذا. أيضا فائدة علمية وعملية. من الفوائد العلمية، نحن سنعرف مدارك الفقهاء، لماذا اختلف الصحابة، لماذا اختلف التابعون، لماذا اختلف المذاهب الأربعة. نحن نعرف السبب، هذا لأنه أخذ بظاهر الحديث، هذا لأنه أخذ بمفهوم الحديث، هذا أخذ بالمنطوق، هذا أخذ بالمفهوم إلى آخره. فإذا عرفنا كيفية الاستنباط فنشعر بالإطمئنان. مثلا أنتم في ماليزيا على المذهب الشافعي عموما، غالبا أغلبية الناس في جنوب شرق آسيا على المذهب الشافعي، ونحن في الصلاة نقرأ البسملة. وهناك مثلا في المذهب المالكي ليس هناك بسملة، البسملة لا يقرأ سرا ولا جهرا، أصل لا يوجد بسملة في الفاتحة، يعني البسملة ليست جزءا من الفاتحة، فلذلك لا يقرأ أصلا. هناك آخر البسملة تقرأ ولكن سرا، ولكن سرا. فنحن إذا عرفنا مدارك الفقهاء، فنحن إذا عرفنا طرق الاستدلال كيف وصل إلى هذه الأحكام، نحن سنشعر بالإطمئنان، سواء لمن قرأ البسملة أو لمن لا يقرأ البسملة. نحن نتعبد باطمئنان. الوضوء مثلا، الوضوء لماذا بعض الرأس ولماذا كل الرأس ولماذا ثلاث مرات ولماذا مرة واحدة. أنت إذا عرفت الأدلة فتشعر بالإطمئنان التام في عبادتك. التيمم، هناك من قال بالضربتين مثلا في المذهب الشافعي، ضربتين للوجه و اليد إلى المرفق، وفي المذهب الحنبلي مثلا ضربة واحدة في الوجه والكفين. فنحن إذا عرفنا الأدلة لا نستغرب، وأيضا لا ننكر الآخر، ونحن نتوضأ أو نتيمم باطمئنان، لأننا على يقين بأن ما عندنا صحيح. وهو أيضا لما تيمم بطريقة أخرى هو على يقين وعلى اطمئنان بما عمل. وعلم الأصول مهمة جدا. لماذا؟ لأن هذا العلم يساعدنا في فهم علوم أخرى. فنحن إذا قرأنا القرآن الكريم ووجدنا الأوامر في الآيات، وجدنا النواهي في الآيات، نحن إذا درسنا الأصول ذهننا يمشي إلى هذه الآية، ونحن نفكر هذا النهي للتحريم أو للكراهة أو لماذا أو لشيء آخر. هناك أمر في القرآن، هل هذا الأمر دليل على الوجوب أو دليل على الندب أو دليل على الإباحة؟ أنا أحتاج إلى علم الأصول في قراءتنا للقرآن أو للأحاديث النبوية. الثالث فائدة في الاجتهاد. طبعا نحن لما قرأنا الورقات أو كتاب آخر في علم الأصول، نحن هدفنا ليس لهذه المكانة العظيمة، اجتهاد لا يا أخي، اجتهاد طريق وعر، طريق صعب، لا يمكن لمن لا اللغة العربية مثلا، اللغة العربية لغتنا العربية، نحن في جنوب شرق آسيا مهما درسنا، مهما حفظنا من المتون ومهما قرأنا، يعني ما زلنا على مستوى ليس على مستوى، هذا بخلاف العلماء القدامى مثلا الذين عاشوا وحفظوا الأشعار وحفظوا القصائد الجاهلية وحفظوا. طبعا مرة أخرى، لما درسنا علم الأصول ليس معنى ذلك أن نتكبر ونحن سنبلغ مرحلة الإسهاد، لا، نحن نتعلم كيف جاء
جرى الاجتهاد عند العلماء، بس أنا هدفي هو هذا. أما أن يصل إلى مستوى الاجتهاد لا يا أخي، نحن لابد أن نعرف أنفسنا. رحم الله امرأ عرف قدر نفسه، فائدته في الاجتهاد. طبعا هذا للمجتهد، والمجتهد له شروط كثيرة جدا، فهم القرآن وفهم السنة وفهم علم الأصول وفهم المقاصد وفهم أعرف الناس وإلى آخره. القدرة على نصب الأدلة السمعية على مدلولاتها طبعا هذا للمجتهدين، أما نحن فنقرأ الأدلة ونحاول أن نفهم ونحاول أن نعرف ما وراء هذه الأدلة. أنا أعطيكم مثال. في فصلي أنا كنت أدرس الاجتهاد والإفتاء، هذه مادة في أواخر السنة في البكالوريوس. طلبت من الطلاب أن يأخذوا أدلة التيمم من كتب السنة، من صحيح البخاري، صحيح مسلم، سنن أبي داود، النسائي، الترمذي، ابن ماجه، والمستدرك الحاكم، وكتاب الموطأ، ومسند أحمد بن حنبل. إن لم أخطئ بلغ حوالي 15 كتابا في السنة النبوية، وزعت بين الطلاب. استخرجوا الأحاديث في التيمم، وفي الأخير أنا سألت هاتي كيفية التيمم بناء على ما قرأتم من كتب السنة. كلنا نستسلم، لا نستطيع. لماذا؟ لكثرة الطرق، ولا نعرف كيف نميز هذا صحيح أم لا، أين الأول وأين الآخر، يعني أين المتقدم وأين المتأخر، ولماذا أخذ هذا ولماذا أخذ هذا. من هنا نعرف صعوبة الاجتهاد. حتى قراءة الألفاظ في الأحاديث، ربما واحد يخطئ في قراءة نص الحديث فكيف يجتهد، ربما لغة الحديث غير واضحة فكيف يجتهد. إذن هدفنا في تعلم هذا العلم ليس للاجتهاد لا، ولكن لمعرفة مدارك الاجتهاد، يعني كيف وصل العلماء إلى هذا الحكم، هذا هو الهدف. الرابع هو فائدة في مجال المقارنة. نحن سنعرف المقارنة بين الأقوال. لماذا؟ من علم الأصول. هذا أخذ مثلا بالمطلق، هذا أخذ مثلا في قضية العام والخاص. هناك من قال بأن العام يدل على دلالة العام قطعي، وهنا آخر كل دلالة العام ظني إلى آخره. والمقلد يعرف كيف يوازن أدلة مذهبه وأدلة مذهب آخر، يعني أدلة مذهب آخر نوازن. لماذا مثلا أنت إذا قرأت مثلا كتاب تفسير جلالين في قضية لمس المرأة الأجنبية، هل يبطل الوضوء أم لا؟ اختلف الصحابة. من الذي اختلف؟ سيدنا عبد الله بن عمر وسيدنا عبد الله بن عباس، وكلاهما عالمان جليلان من كبار المفتين في زمن الصحابة، وعاء العلم. عبد الله بن عمر وأيضا عبد الله بن عباس اختلف في فهم أو لامستم النساء. سيدنا بن عمر يرى بأنه الجس والتاج لمس، سواء باليد أو بالبشرة أو بالبشرة. فأما سيدنا ابن عباس فيرى أنه الجماع. إذن الخلاف كان في زمن الصحابة في فهم هذه الآيات. فإذن سنعرف الإمام الشافعي اعتمد وأخذ اجتهاد عبد الله بن عمر، والإمام أبو حنيفة اعتمد على اجتهاد ابن عباس، وكلاهما صحابيان رضي الله عنهما ورضي الله عن آبائهما، رضي الله عن الجميع. والأخير فائدة دينية. علم الأصول من أكبر وسائل لحفظ الدين. لماذا؟ لأن علم الأصول يتعلق بالأدلة، وأيضا علم الأصول يساعد في معرفة طريقة ضبط أصول الأحكام الشرعية وأدلتها. يعني الأصوليون حياتهم في الأدلة، حياتهم في استنباط
حياتهم في استخراج الأحكام من الأدلة. ثالثا بعث المكلف على القيام بالتكاليف والأوامر. فنحن إذا عرفنا الأوامر أن هذا يدل على الوجوب بالإجماع فكأن الإنسان لا يمكن أن يترك هذا العمل. لماذا؟ لأنه يعرف أنه واجب، ومن ترك واجبا ومن ترك فرضا عينيا كالصلاة مثلا هذا وقع في كبيرة من الكبائر. هذه فائدة دينية. فالذي عمل على علم والذي ترك على علم أيضا فحجة بينه وبين الله سبحانه وتعالى. وأيضا يا أخي أنت أيضا لما توضأت مثلا وأنت تعرف الأدلة، لما مسحت وجهك أنت تتذكر أن الرسول كان يفعل هذا. لما صليت مثلا كيف رفعت يديك أنت تعرف الأدلة. فهو فائدة دينية، هذه من فائدة. ثم فضل هذا العلم، علم الأصول كما قلنا علم في ماذا؟ في وسائل، علم الوسائل. وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يعني نحن لا يمكن أن نعرف الأحكام إلا بماذا؟ بالاستنباط طبعا، الأحكام الاجتهادية. وطريقة معرفة هذه الأحكام الاجتهادية وبالأصول، وليس الاجتهادية فقط، أحيانا في القطعيات نعرف هذا قطعي أو ظني. من أين نعرف؟ من علم الأصول. ففضيلة هذا العلم، فكل إنسان لما قرأ آية أو حديث واستخرج ماذا؟ استخرج الأحكام، فهنا يعتبر ممن سلك على طريقة العلم. فعلم الفقه دخل في هذا العلم الشرعي العام، وهو من أهم الأمور أو أهم العلوم الآلة، علوم الآلة، مثل كعلم النحو وغيره من العلوم. السادس نسبته، كما أن علم العروض مثلا نسب إلى الإمام خليل بن أحمد الفراهيدي شيخ سيبوي، ومثلا علم التجويد بعضهم قال بأنه نسب إلى أبو بيت القاسم بن سلام، وكذلك الآن علم الأصول نسب إلى نسبة هذا العلم إلى العلوم الشرعية طبعا من علوم الآلة. واضعه الذي يضع العلم هو الإمام الشافعي رحمة الله عليه ورضي عنه ورضي الله عنه. طبعا نسبتها المعروف ونسبته إلى العلم الشرعي، لأن هذا العلم وسيلة لمعرفة الأدلة، وسيلة لمعرفة الأحكام والأدلة والاستنباط، وأيضا آلة ضرورية واجبة للمجتهد. نسبته ونسبة إلى علم الآلة آلة لمعرفة علم الشريعة. أنا لما قرأت كتاب الإتقان الإمام السيوطي ذكر وسائل معرفة القرآن. ذكر الإمام السيوطي 80 علما لخدمة القرآن الكريم، 80 علما، علم اللغة، علم الأصول، علم سبب النزول، علم حتى علم الرسم، علم القراءات، علم التجويد. هذه العلوم خادمة للقرآن الكريم. والعلم الأصول من يعني من العلوم التي خدمت القرآن وخدمت السنة، خدمت السنة النبوية. من أين جاء هذا العلم؟ الاستمداد يعني الاكتساب. من أين جاء العلماء بهذا العلم؟ أولا طبعا نتيجة استقراء نصوص الكتاب والسنة. بعد قراءة القرآن والحديث استخرج العلماء العلم. ثم أيضا من علم التوحيد، مقتضيات الإيمان، وجوب طاعة الله وطاعة الرسول، وكيف نطيع مثلا الأوامر. هناك أوامر كثيرة في القرآن الكريم، هناك لفظ الأمر، ألفاظ الأمر في القرآن وألفاظ النهي في القرآن. ما دلالة هذا الأمر وما دلالة هذا النهي؟ هذا من مقتضيات ماذا؟ الإيمان بالله، مقتضيات الإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. ثالثا أيضا هذا العلم مستمد من اللغة العربية. لماذا؟ لأن القرآن باللغة العربية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتكلم باللغة العربية. فلذلك
جزء كبير من علم الأصول يتعلق باللغة العربية. أنا أعطيكم مثال في سورة المائدة مثلا في باب الطهارة في الوضوء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم. انظر، وامسحوا برؤوسكم. أنتم درستم اللغة العربية، يجوز لك أن تقول مسح رأسه، لكن هنا باء مسح برأسه. ما الفائدة من هذا الباء، من هذا الحرف، حرف الجر؟ هذا للإلصاق أو للمصاحبة أو للبعضية. فمن هنا اختلف العلماء في فهم باء هنا. وأيضا هناك مجاز، هل هذا للحقيقة أم للمجاز؟ يعني كيف نعمل بهذا اللفظ، مجازي أم حقيقي؟ هذا كله من اللغة العربية. فذلك جزء كبير من علم الأصول يتعلق باللغة العربية، العام والخاص، المطلق، المقيد، الأمر، النهي، ثم المجمل، المبين، المفسر إلى آخره، يتعلق باللغة العربية. فلذلك الإمام الشاطبي يقول الشريعة عربية، الشريعة الإسلامية عربية. فلذلك في معاهد دينية تقليدية العلماء كانوا يركزون اللغة العربية، يركزون على اللغة العربية، تدريس اللغة العربية. فلذلك قديما بعض المعاهد أجبر الطلاب على حفظ المتون، مثلا العمريتي، مثلا ألفية ابن مالك، كل ذلك لهذا الهدف، خدمة للقرآن الكريم. فذلك في بيت العمريتي ذكر يعني في بداية في المقدمة العمريتي ذكر المؤلف بأن لماذا ندرس علم اللغة العربية، لماذا ندرس القواعد العربية؟ لفهم معاني القرآن والسنة الدقيقة المعاني، لفهم القرآن والسنة. وبعض العلماء يا أخي أفتى بوجوب تعلم اللغة العربية. بعض العلماء أفتى بماذا؟ بوجوب تعلم اللغة العربية، لأن عباداتنا في بعض العبادات متوقفة على فهم اللغة العربية، شهادتين، وأيضا في أدعية الصلاة كلها باللغة العربية، والفاتحة ركن من أركان الصلاة. طبعا نحن لا نقول بأن من لا يفهم المعنى ليس بصلاة ليست صحيحة، لا، ولكن المفروض نحن نخاطب الله سبحانه وتعالى، المفروض أن نعرف كيف وماذا نخاطب في صلاتنا وفي أدعيتنا. هذا استمداد. الثامن هو حكم تعلمه. طبعا كبقية علم الآلة، علم النحو وعلم علوم أخرى ليست من الفرائض، يتعلم علم الأصول واجب كفائي. وفي ماليزيا عندنا ماذا تصنيف العلم، غالبا في المساجد الأساتذة الأستاذات المشايخ يدرسون فرض عين. هذا من هنا نعرف من العلوم تعلمها فرض عين، ومن العلوم تعلمها ليس من فرض العين بل من الفروض الكفائية. هكذا علم الأصول، يعني من ترك تعلم الأصول ليس بآثم، ولكن إذا وصل الإنسان إلى درجة الاجتهاد أو ولي بمهام الإفتاء والاجتهاد يجب عليه أن يتعلم علم الأصول. لماذا؟ لأن عمله متوقف على فهم علم الأصول. المفتي مثلا، المفتي لا يجوز أن يفهم علم الأصول، ومن ادعى الاجتهاد لابد أن يلم بعلم الأصول. ثم بعد ذلك نتحدث عن واضع هذا العلم. طبعا هناك من ادعى أن هناك من سبق الإمام الشافعي في التدوين، ولكن التاريخ
أثبت أنه لا يوجد من ألف علم الأصول قبل الإمام الشافعي، فهو أول من دون هذا العلم. وما كان يسمي ماذا؟ ما كان يسمي كتابه بالرسالة، لا، يعني عبارة الرسالة بينه وبين الإمام عبد الرحمن المهدي المحدث، وبعد ذلك جمع في كتاب. والعجيب يا أساتذة أن تلميذه والإمام المزني قرأ كتاب الرسالة 500 مرة، قرأ كتاب الرسالة 500 مرة، وكلما قرأ وجد شيئا جديدا، استفاد شيئا جديدا من قراءة الكتاب الرسالة. وأنا عندي هذه النسخة، نسخة الشيخ أحمد محمد الشاكر، كتاب جميل ومن المخطوطات القديمة، المخطوطات التي اعتمد عليها الشيخ أحمد محمد شاكر، ومن خط يد ربيع بن سليمان المرادي تلميذ الشافعي في مصر. وكتاب متوفر والحمد لله في ماليزيا، مكتبات كثيرة موجودة، ويسهل علينا الآن الحصول على. لكن هذا الكتاب ليس كتابا عاديا، كتاب صعب، كتاب صعب، يعني لا يمكن لمن في مرحلة في بداية الطلب أن يقرأ هذا، لا، هذا لمرحلة أخرى إن شاء الله. الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمة الله عليه هو أول من دون هذا الكتاب. الآن كل من درس علم الأصول سيأتي إلى هذه المحاور. أولا محور الأحكام الشرعية، هذه الأقسام أو مسائل علم الأصول. أولا الأحكام الشرعية، والأحكام ينقسم إلى قسمين، حكم شرعي وحكم وضعي. يعني كل كتاب يبدأ بماذا؟ بهذا. طبعا أنا أقول هنا كتاب الأصول في يومنا هذا، كتاب المعاصرين. أما الكتب القديمة في بعض الأحيان قدم وأخر، مثلا كتاب اللمع للإمام الشيرازي تصنيفه مختلف عن تصنيفي في يومنا هذا. الأدلة، والأدلة طبعا الإمام الجويني ذكر فقط 5 أدلة، القرآن والسنة والإجماع والقياس والاستصحاب، وترك كثيرا من الأدلة لأنه ألف طبعا للمبتدئين في زمانه. الشيخ آدم كان يقول هذا الكتاب للمبتدئين، لكن لا تنسى للمبتدئين في زمانه، زمان العلماء، زمان العلم. وثالثا طرق الاستنباط، سأكبر حتى يكون واضحا، طرق الاستنباط هذا من أصعب الأمور. طبعا بعد القياس، القياس أيضا صعب، قياس أيضا من الأمور العبيصة في علم الأصول، ولكن أيضا هناك دلالة الألفاظ، طرق استنباط من الألفاظ القرآنية أو من الألفاظ الأحاديث النبوية. من درس علم الأصول سيدرس العام والخاص والمطلق والمقيد والأمر والنهي، الظاهر النص، المفسر المحكم، الخفي المشكل، المجمل المتشابه. ثم هناك دلالات أخرى عند الأحناف، هناك دلالة العبارة، الإشارة، النص، الاقتضاء. ثم أيضا هناك مفهوم والمنطوق. ثم أيضا قسم الألفاظ إلى المجاز وإلى الحقيقة إلى واستعارة إلى آخره. هذا اللغة العربية، اللغة العربية. فلذلك من يدرس علم الأصول يفترض أن يعرف اللغة العربية، لأنه لا يمكن تطبيق هذه الأمور إلا لمن عرف اللغة العربية، لمن فهم اللغة العربية. فأنت مثلا إذا كنت تريد أن تدرس علم الأصول للعوام صعب إذا وصلت إلى هنا، إذا وصلت إلى باب طرق الاستنباط يستنبط ماذا؟ لأن الذي نستنبطه هو أدلة من القرآن والسنة. الأخير هو باب الاجتهاد، وإذا ذكر الاجتهاد سيتفرع إلى أمور أخرى، الاجتهاد والتقليد والتلفيق والإفتاء، هذا كله يدخل هنا. هذه هي مسائل علم الأصول.
طبعا هناك أيضا التعارض بين الأدلة، ذكر العلماء أيضا في نهاية يعني في باب الاجتهاد ذكر أيضا باب التعارض بين الأدلة. الآن مسائل، انتهينا من مقدمات عامة في علم الأصول، الآن نأتي إلى تعريف بكتاب الورقات. هو متن أنا متأسف جدا أستاذ، قد انتهى الوقت الآن. انتهى الوقت؟ نعم. طيب إن شاء الله نواصل الآن. سأفتح جلسة الأسئلة والأجوبة ليعطيكم الفرصة الذهبية لطرح السؤال عن الشرح الأستاذ، فلتفضل السؤال الأستاذ سواء بالبحث إلى الجهاز ميكروفون أو اكتب سؤالكم في قسم التعليق زوم أو يوتيوب. السلام عليكم يا أستاذ العزيز. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يا شيخ. السلام عليكم يا أستاذ. قبل السؤال أساتذة، يعني أنا إذا عجزت عن الجواب أنا سأخذ هذا السؤال واجبا منزليا، واضح؟ إذا أنا لا أستطيع أن أجيب أنا أقول لا أستطيع، سأدرس المسألة أولا. طيب تفضل يا شيخ. يا أستاذ، هل ممكن أن ترسل إلينا سلايدات في البرنامج اليوم؟ مرحبا إن شاء الله شيخ، مرحبا. سأرسل إلى أخ ولدان أو آدم اللي معي هنا، وإلياس أيضا موجود. شكرا جزيلا يا أستاذ. وعندي سؤال آخر، ما أسماء متون آخر لأصول فقه غير الورقات، يعني صغير أو متوسط؟ طبعا الورقات كما قلنا هو من أخصر المختصرات، هذا السهلة. ثم بعد ذلك هو نظم الورقات. مثلا الشيخ العمريتي أتى طبعا هناك فرق بين النثر والنظم، المنظومات، يعني النظم يسهل على الطلاب أن يحفظ هذه المنظومات، جعل الورقات في نظم ووصل إلى 187 بيتا يحفظ. ثم هناك أيضا كتاب وليس صغيرا وكبير نوعا ما، لكن صعب جدا. مثل ماذا؟ مثل كتاب لب الأصول للإمام زكريا الأنصاري. وهناك قصة، يعني كيف جاء كتاب لب الأصول؟ يعني الإمام تاج الدين السبكي ألف كتاب الأصول اسمه جمع الجوامع. ولما ألف هذا الكتاب استخدم أكثر من 100 مرجع أصولي في زمانه، من 100 مرجع أصولي، وتحدى، يعني في آخر الكتاب وتحدى لا يمكن لأي واحد أن يختصر كتاب جمع الجوامع، لا يمكن، يتحدى للقارئ لا يمكن. ولكن الإمام زكريا الأنصاري لا يستسلم، هو حاول أن يؤلف كتابا فيه اختصار لكتاب جمع الجوامع، فألف رضي الله عنه كتابا اسمه باسم أو بعنوان لب الأصول، هو اختصار لجمع الجوامع، ولا أحد يشرح هذا الكتاب. فاضطر الإمام زكريا الأنصاري أن يشرح كتابه هو، يعني يشرح بكتاب غاية الوصول. هناك كتاب طبعا يا شيخ سليمان، أفضل طريقة هو أولا أن يبدأ الإنسان بكتاب الورقات ثم يأتي بشرحه، بشرحه، وهو شرح سهل للإمام المحلي. نعم. الإمام المحلي، شيخ الإمام السيوطي، شرح سهل. ثم بعد ذلك يأتي بحاشية. حاشية غير الشرح. الشرح هو أن يشرح الإنسان، أن يشرح العالم كلمة كلمة، لا يترك كلمة، لكن الحاشية لا. الحاشية كأنه التعليقات على ماذا؟ على الشرح، ممكن بعض الأشياء يحتاج إلى توضيح ووضح. فالحاشية غالبا لا يركز على شيء معين، ولكن يمشي، وإذا وجد شيئا يريد أن
يفسر أكثر فيأتي بماذا؟ بشرح بحاشية. فذلك لا ينصح لأي واحد أن يبدأ بالحاشية، يبدأ بالمتن أولا ثم الشرح ثم الحاشية. نعم شكرا. وهناك أيضا حاجز اللغة. علم الأصول من الصعوبة هو أن هناك مصطلحات، مصطلحات صعبة في علم الأصول، فذلك هذا أيضا عائق بين الطلاب أو أيضا حائل بين الطلاب وفهم علم الأصول وقضية اللغة، خاصة القدامى. القدامى لما ألف خاصة المختصرات، المختصرات غالبا صعبة. لماذا؟ لأن المؤلف يحاول أن يختصر في العبارات ويقتصد في استخدام الألفاظ، ففي بعض الأحيان المختصرات كلغز. مثلا من درس القرآن، من حافظ القرآن غالبا يحفظ كتاب الشاطبية، صحيح؟ لا يمكن إنسان أن يفهم الشاطبية إلا بالأستاذ. لماذا؟ لأن هناك رموز، لأن هناك لغز. وأحيانا أيضا بعض العلماء ترك شيئا مقفلا لا يفهم إلا هو، حتى لا أحد ماذا يتناول كتابه بسهولة، يأتي بماذا بلغز أو بشيء معقد. هذا شيء، فأنا أنصح لمن يبدأ في قراءة الأصول، هناك كتاب سهل معاصر هو كتاب للشيخ عبد الوهاب خلاف بلغة سهلة، وهناك كتاب أسهل سهل أيضا هو كتاب الواضح، الواضح في علم الأصول أو الواضح في أصول الفقه للشيخ محمد سليمان الأشقر. هذا يأتي بعبارة سهلة، حتى لما سئل الشيخ محمد سليمان الأشقر هو أخو للشيخ عمر الأشقر، كلاهما أزهريان، أخذ الدكتوراه من الأزهر الشريف. الشيخ سليمان محمد سليمان الأشقر لما سئل ما هو أفضل كتابك، ما هو أفضل مؤلفاتك، قال الواضح في أصول الفقه، هذا أفضل كتاب السهل. هناك لب الأصول، أنا لا أنصح واحد أن يقرأ في ماذا في المرحلة الأولى، لا صعب جدا يحتاج إلى، لكن مزية الورقات لغته سهلة. نعم نعم لغته، وأيضا لا يتوسع. أنا جربت يا أستاذ سليمان أن أقرأ كتاب الورقات، يعني 17 دقيقة وخلصته. نعم. تقريبا ممكن يعني في الصفحة، يعني صفحة واحدة لا يصل إلى دقيقة، صفحة واحدة لما قرأنا هكذا ينتهي بسرعة. وهذا أيضا فأيضا من العنوان يا أستاذ الورقات، نظر من العنوان أيضا ليس، لكن لما وجدنا الكتاب البحر المحيط، يا الله البحر المحيط العنوان مخيف يا أخي، العنوان مخيف. فذلك هذا الكتاب يعتبر كتابا سهلا. لمن يريد أن يبدأ، أولا يبدأ بهذا الكتاب ثم شرحه للشيخ المحلي، الإمام المحلي، ثم بعدك لحاشية الإمام المحلي. هذا إن شاء الله من هنا يبدأ في مرحلة الأولى، ثم بعد ذلك يطور نفسه إلى كتاب آخر لب الأصول، ثم كتاب غاية الوصول، ثم هناك كتاب مشهور عمدة في الأصول هو كتاب للإمام البيضاوي، منهاج الوصول إلى علم الأصول. هذا الكتاب يعتبر مقررا للعلماء، وكتاب على مستوى متوسط ليس كبيرا، وحظي بشروح كثيرة جدا. كتاب منهاج الوصول للإمام القاضي البيضاوي. هكذا نحن نبدأ بماذا بشيء قليل، قليلا فقليلا هكذا. وأيضا يا شيخ سليمان، أنت لما قرأت الكتاب، لما قرأتم الكتاب لا تبدأ بكتب كثيرة، لا بكتاب واحد تختموا هذا الكتاب وتحاول أن تفهم فهما جيدا، ثم بعد ذلك ننتقل إلى كتاب آخر. يعني لا تتركوا كلمة واحدة إلا وقد فهمتم، بعد ذلك انتقلوا إلى كتاب. وليس هذا فقط، نقرأ مرة بعد مرة حتى يثبت في ذهننا. أي ذلك هذا الإمام النووي رحمة الله عليه، مرة هناك إنسان يعارضه في ماذا في
كتاب للغزالي الوسيط، يعني أتى بعبارة الوسيط ثم هناك واحد ينازعه يعارضه، فماذا قال النووي؟ يعارضونني وقد قرأت الوسيط 400 مرة. يعارضونني، يعني هؤلاء يعارضونني وقد قرأت الوسيط 400 مرة، يعني على ثقة بنفسه بأنه قد حفظه. وهكذا اقرأ الورقات مرة مرتين ثلاثة أربعة عشرة هكذا، إن شاء الله الألفاظ تترسح في ذهننا. ابدأ هكذا. هذا يا شيخ سليمان ما أريد أن أقول بخصوص بداية مرحلة سلوك طريق ماذا دربي أصول الفقه. شكرا جزيلا يا أستاذ. مرحبا يا شيخنا، جزاك الله خيرا. لو سمحت رئيس المجلس، ممكن سؤال واحد بس؟ أنا أظن يعني معنى الوقت، يعني الوقت فقط يعني حتى 10 إلى 30. هذا زوم محدود أستاذ، الوقت محدود. صحيح. ممكن نؤجل أولا السؤال ممكن في حصة القادمة، أنا متأسف جدا. طيب إن شاء الله. ثاني في المحاضرة أحتاج إلى واحد يقرأ الكتاب، ممكن شيء آدم أنت تختار واحدا يقرأ الكتاب إن شاء الله. ممكن. يتواصل معي. أوكي. طيب أستاذ. طيب شكرا جزيلا وجزاكم الله خيرا جزاء أستاذ. قد وصلنا إلى ختام برنامج في هذه الليلة، نشكرك الفضيل الأستاذ على كل علم وفوائد بألف شكر، ثم نشكر إلى جميع الإخوة والأخوات على مشاركتكم في هذه الدورة العلمية. إن شاء الله في أسبوع القادم ستقوم هذه الحلقة لواصل التعليم عن هذا المتان، لذلك لا تنسى على الجميع أن يحاضر في نفس اليوم والوقت، وكذلك لا تنسى لتسجيل حضوركم في نموذج على الرابط المرافق على الخانة التعليقة على منصة زوم ويوتيوب. شكرا. لذلك نختتم لقاءنا اليوم بكفرة المجلس وسورة العصر. طيب قبل تفريق المجلس، حيا معنا نفتح كاميرا للتصوير مع الأستاذ. يمكن أن تفتحوا كاميرا. سأبدأ بالتقاط. عفوا رئيس الجلسة. نعم. هل يمكن أن ترسل السلايد من أستاذ إلى المجموعة واتساب أو إلى إيميل؟ نعم ممكن. نحن نحتاج إليه. جزاكم الله خير. وإياك. أستاذنا بارك الله فيكم. مرحبا يا شيخ. حياك الله. زادكم الله علما وفهما. آمين آمين آمين. لكل استفادة منكم. جزاكم الله خيرا. طيب كلكم مستعدين؟ أنا سأبدأ بالتقاط الصور. يمكن أن تفتحوا كاميرا إن شاء الله. اوكي. واحد اثنان ثلاثة. واحد اثنان ثلاثة. سأسأل سؤال فيما بعد عن التصوير في الإسلام عند الأستاذ. حياك الله شيخ. عند الأصول. التصوير عند الأصول فيما بعد إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله شيخ. إن شاء الله. شكراً. شكرا جزيلا على مساعدتكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. السلام ورحمه الله وبركاته. جزاكم الله خير. حياكم الله. ليله سعيده. احنا متاسفين استاذ. لا باس يا ادم، جزاك الله خيرا.